السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم عالم ام هناء. فيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم غلاس او ايس كريم بثلاث نكهات، مكونات بسيطه وفي المتناول، والطريقه جد جد سهله، غادي يعشقوه الكبار والصغار، خصوصا الوليدات الصغار غادي نفرحوهم بهم. نتمنى انكم تجربوه، راه فعلا كيجي لذيذ بزاف ورائع. الى عجبكم فيديو ديال اليوم خليوها ليا في التعاليق، ما تنسوش انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. اما الى كنتو اول مره كتزوروا القناه، نتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير. اولا محتاجين علبة ديال كريم شونتيي غبرة، هادي ديال 100 غرام، راه معروفة في السوق المغربي. غادي نحتاجو 3 ديال العلب فلون بنكهة الفاني والفريز والشوكولات، كذلك 3 ديال العلب ديال الياغورت، استعملت هذا جوكي حلو وكريمي كديرو بنكهة الفاني، وايضا دانيت ديال الشوكولات ودانيت فلون فريز. في واحد الاناء كبير غادي ندير نصف لتر من الحليب. الحليب اللي كيكون بارد مزيان، ضروري انه يكون بارد باش كطلع لكم كريمه مزيانه. غادي نضيف ليه الكيس ديال شونتيي، وغادي نضرب بالضراب الكهربائي. الا كنتو ما كتوفروش على الضراب الكهربائي، ممكن انكم ديروا الضراب اليدوي، واخا كياخذ لكم شويه ديال الوقت، ولكن راه غادي يطلع لكم الكريمه. كنضربوها حتى كتولي شاده راسها مزيان، وما كتكثروش من التراب باش ما كتقطعش لكم الكريمه وكتولي بحال الثلج. ودابا غادي نقسمها على 3 ديال الاجزاء اللي كيكونوا متساويين، كل جزء كنحطو في اناء. غادي ناخذ هذا الجزء الاول، غادي نضيف ليه الياغورت بنكهه ديال الفاني، وغادي نخلطو مزيان. وغادي نضيف فلون بنكهه الفاني وغادي نخلط. ممكن انكم تضيفوا معلقه كبيره ديال سكر كلاصي لهذا الخليط الاول، لانه العلبه ديال الياغورت ديال جوكي ما كتكونش حلوه بزاف، فقط اللي كيبغي سكر بزايد. انا ما درتش سكر. وغادي نضيف دابا هادو جوج قطع ديال البسكوي، غادي نديرهم في واحد البلاستيكه، غادي نطوي عليهم بهذا الشكل هذا، وغادي نهرسهم بالدلاك. كنبقى نخبطهم هكذايا حتى كيتهرمشوا. كنخليهم على هذا الشكل. غادي نضيفهم دابا الخليط، بالنسبه لهاد الماركه اللي درت ديال البسكوي انا استعملت هادي، كنت في الحقيقه باغيه اوريو وما لقيتهاش، خديت هادي حتى يصدقت نوعيه مزيانه. غادي نخلي دابا هذا الجزء وغندوز للجزء الثاني. غادي نضيف ليه دانيت فلون فريز، وغادي نضيف كذلك الفلون بنكهة ديال الفريز. صافي، غادي نخلط هاد العناصر حتى كينسجمو مزيان مع الكريمة.
غنخلطوه مزيان، غادي نخليه على جنب وغندوزو دابا الجزء الثالث اللي غادي نضيف ليه دانيت ديال الشوكولاط. وغادي نضيف كذلك الفلون بالنكهة ديال الشوكولاط. هنا كإضافة فقط غادي ندير جوج معالق صغار عامرين مزيان ديال نيسكويك، غير اللي كيبغي ديك النكهة مزيان ديال الشوكولاط ممكن كذلك تعوضوه بخنيشة ديال الكاكاو المر، راه كيجي زوين بزاف. الا ما بغيتوش ممكن انكم تستغناو عليهم، كديروا فقط دانيت ديال الشوكولاط وديروا ديروا فلون بالنكهه ديال الشوكولاط صافي. وغادي نخلط مزيان. كناخذ واحد العلبه على هذا الشكل هذا، ممكن انكم ديروا مول ديال الكيك، اي مول اللي يصلح لكم نتوما كديروه. انا ناسبتني هذه العلبه هذه بالنسبه للصحن اللي بغيت نقدمها فيه. فرشت لها واحد القطعه ديال السلوفان، غادي نديرها بهذا الشكل هذا، غادي نحطها على واحد واحد الطبسيل باش كتجيني مايله بهذا الشكل هذا، باش كيقبط ليا لاكلاص البلاصه ديالته. غادي ندير هذا ديال الفريز هو الاول. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه ويكون الشرح ان شاء الله مفهوم. كنزلها على هذا الشكل وغادي نحاول انني نقدها مزيان. غادي ندوز دابا باش نحط الجزء الثاني اللي هو ديال الشوكولاط. كنخلي لاطا في نفس الوضعيه، كنخليها مايله. غادي ننزلو بهذه الطريقه هذه وغادي نقدو. غادي ننزل دابا الجزء الثالث، غادي ندير منه القليل فقط. غادي نحط اللاطا دابا صافي، وغادي نكمل البقيه ديال الكلاص. كناخذ معلقات، كل جزء كندير له معلقه ديالته باش ما كيجيناش مجخلطين. كنقد ليه الوجه ديالو، من بعد ما كنقدلو الوجه ديالو كنخبط واحد شي شويه باش كينزل داك لاكلاص لتحت وكيتملؤ جميع الفراغات صافي. غادي نغطي عليه وغادي ندخلو للثلاجه من 5 حتى ل6 ديال السوايع، او من الافضل انكم تخليوه لإبات ليله كامله باش كيتجمد لينا مزيان صافي. وغادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما كيتجمد. هنا من بعد ما بات ليله كامله تجمد كما كتشوفوا معايا مزيان، غادي دابا نديرو في صحن ديال التقديم. كما كتشوفوا راه كيجي ساهل في التحياد ملي كنديروا له السلوفان. الا كنتو باغيين تاكلوه غير في زليفات كتجبدوه في ديك المغرفه ديال لاكلاص، ما تحتاجوش انكم ديروا السلوفان. هذه الطريقه كيديروها صحاب الحفلات والاعراس باش كيجيهم ساهل في التحياد صافي. كما كتشوفوا معايا كيتحيد داك السلوفان بسهوله وكيبقى محافظ لنا على الشكل ديالو. بالنسبه للتزيين هنايا خديت 4 ديال المرصويات الشوكولاط اسود، ذوبتهم في ميكرو اوند او في حمام مريم كذوبوهم. غادي نضيف لهم 2 ديال المعالق ديال الحليب. علاش درت له الطريقه؟ باش كيبقى داك الشوكولاط كريمي، كيبقى سائل. الا خليتوه هكا كديروه فوق لاكلاص وكيبدا يتهرس صافي. هنايا عندي للتزيين هاد اللوز ايفيلي وعندي هاد السيجار هذا. دابا غادي ناخذ الكلاص ديالي غادي نزينه بشوكولا بهذه الطريقه هذه. بحق طريقه شفتها في واحد العرس وعجبتني بزاف، بغيت نطبقها معكم. كتبقى لكم نتوما الحريه ديال التزيين، كتزينوا على حسب الرغبه ديالتكم. غادي نزين حتى الجوانب ديال الصحن. هنا غادي ناخذ اللوز ايفيلي غادي ندوره على كلاص من جنيبات، وغادي ندير حتى شويه في الصحن في الجوانب ديالو. وغادي ندير هاد لي سيجار هادو في الوسط بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا معايا كيجي منظر ديالو كيشهي، كيجي رائع شكلا ومذاقا.
كما شفتوا معايا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالي، كيجي رائع صدقوني جربوه ما غاديش تندموا عليه، كيجي زوين بزاف كيجي لذيذ. ممكن انكم ديروه كطبق للضيوف، ديروه للوليدات راه ما كيجيش غالي بزاف كيطلع رخيص. جربوه ان شاء الله ما غاديش تندموا عليه. الى عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم خليوها ليا في التعاليق، ووصلوا لي هذا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات. ما تنسوش انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.